فيليه او شرائح من اللحمه بصوص الراكفورت، الوصفه التقليديه القديمه بتاعت المطبخ بتاعنا دي، زبده لبن. عايزه اقول لكم هتبقى طعمه قوي ان شاء الله. ومعانا كمان جبنه راكفورت، معانا كمان فصوص ثوم، وشرايح لحمه اللي جايباها النهارده. بحب الوصفه دي تبقى شرايح فيها شويه دهون. طيب جايبه برضو، لقيت يعني فكرت كده بفكره، العودين كده من الذره رحت مقطعهم شرايح، هسلقهم دلوقتي باللبن والملح، هيعجبكم قوي الوصفه تطلع طريه جدا. ومعايا زعتر ناشف، ومعايا كمان طماطم شاري وزبده ورز وملح وفلفل اسود. خلاص طيب بس كده وكس وانا احط فيها الذره عشان ايه تلحق تقع. هحط الزبده عشان الرز، واحط معاها الزعتر، وفصين توم كده زي ما هم. هنعمل النهارده رز بفصوص التوم مع ايه الزعتر اهو. حاضر، هحطهم زي ما هم عشان يطلعوا عندك. عايزه اقول لكم طعم الرز ده بيبقى حلو قوي. هحط كمان 1 2 3 4 5 6 7 وحدات طماطم تشاري، بس اقلبه حلو كده تقليبه حلوه كده. احط ملح، فلفل اسود، ماشي. طيب هنا بقى هعمل ايه؟ هحط هنا حبة مية كده، خلاص. هحط حبة لبن، حبة مية، حبة لبن، يعني مثلا كوباية مية عليها نص كوباية لبن، يا دوبك بلون المية. هحط الذرة، تتبسطوا قوي بطعمه ده، واسيبه مثلا كده ايه تلت ساعة. بحط له رشة ملح، وممكن احط رشة سكر ايه بسيطة، معلقة زيت. تمام كده، احط بقى الميه عشان ايه احط الرز. اهو الرز الميه بتغلي، هحط الرز ونطلع فاصل ونرجع على طول. بعد الفاصل عندنا عندنا ايه النهارده؟ عندنا جرانيتا فراوله، وعندنا ايه تاني بعد ده على طول؟ الملح بتاع الرز اهو. بصوا اصلا شكله طماطم تشاري، زعتر، زبده، 3 فصوص ثوم زي ما هما، مع ملح وحبه فلفل اسود ورز ابيض، بس كده استوى. وريحه الزعتر بالثوم فظيعه، بصوا عامل ازاي اهو. الدقيق بس واللبن والجبنه الراكفورت، هحط يعني مكعبين زبده بصوت، لان الجبنه الراكفورد اوريدي فيها ايه دسم. انا بس عايزه اشوح دي كويس. نحط معلقتين كفايه. نعمل ايه بقى؟ مرقه اللحمه، نقلب كويس قوي لحد ما الدقيق يدوب. اول ما الدقيق يدوب ويبتدي يستوي هحط الجبنه على طول. خلاص اتاكد بس انه ايه انه داب كويس قوي. ممكن ازود بايه باللبن بقى، مش عايزه الصوص يبقى تقيل قوي برده. خلاص لسه الجبنه هتتحط كده، حبه فلفل اسود بس، واسيبها على نار هاديه كده. خلاص عشان بس عايزه اعمل حاجه تانية
بس احنا في البيت ما نسيبهاش، خلينا ايه معاها. الدوره دي هنا كده خلاص ماشي. الجبنه طبعا ما حطيتش ملح خالص، هنعمل كده ونشوف محتاجه تاني ولا لا. الله الله الله، يلا بقى يلا كده، هسيبها كده ايه دقيقتين بس، ايه كله كل الحاجات تدخل في بعضها.